الساعة 8:30 صباحا يوم 21 يوم الثلاثاء تم قطع شاحنة كربلاء النجف العام بالإطارات المحترقة تزامنا مع تصعيد وانتهاء مهلة الناصية، وإن شاء الله مستمرين حد ما تنفذ مطالبنا المشروعة. شاحنة كربلاء نجف فوق مقابل نفق العسكري، مستمرين إن شاء الله. والمعلومة ناشين خط طوارئ فقط للحالات الحرجة والجنائز الداخلة لمحافظة النجف الأشرف.